شوفوا يا شباب، هذا اول شيء بتفكه، طلعته برا خلاص. هذا بتجي على ايش؟ الزرار. بتجيب قطعة قطيفة بتخلي الملمس تبعه لبرا، وتحط الزرار بهذا الشكل، بده يكون هذا المقاس. تمام. في قالب بيجي معاكم، القالب تستخدموا هاي القطعة اول شيء، بتحطوا القطيفة لجوا، بعدين بتحطوا هذا معاها، بهذا الشكل. بعدين بتجيبوا هذا بتحطوه هيك، وبتتأكدوا انه القماش كله صار لجوا. بعدين بتجيبوا القطعة الثانية اللي بتجي مع الزر بتحطوها هون، وبتجيبوا اخر قطعة من القالب بتحطوها هون. هذا فتحة بتكون هون، تركب تحطوها هيك على القالب. تمام.